تكرار، هفضل اقول كل شويه لغايه لما يتم تنفيذ الموضوع ده، لان لو حضرتك عملت الموضوع ده المستفيد الاول والاخير مش انا. انا هبقى من ضمن المستفيدين، ولكن كتير جدا هيبقوا مستفيدين، كل من يشاهد المباريات والمؤتمرات الصحفيه هيبقى مستفيد. انا بالمناسبه ممكن بتليفون اسمع المؤتمر الصحفي كله وانا هنا، ما عنديش مشكله، لكن في ناس بتبقى عايزه تسمع اسئله الصحفيين مشاهدين يعني. لكل فريق بقى، اهلي وزمالك واسماعيلي واتحاد وكل الانديه. يعني انت محتاج 18 مايك. لا مش 18، 9 كمان. مايك لكل مباراه. حلو ده، ممكن نعمله مايك لكل مباراه في او مايك لكل مؤتمر صحفي. فاعتقد دي حاجه مش هتبقى كبيره وستزيد من احترام المشاهد للكلام اللي بيسمعه. المشاهد دايما لما حتى بيجي يسمع بيسمع ان المدير الفني لو كان مصري بيسمع رد المدير الفني من غير ما يسمع السؤال، فبيقعد يستنتج بقى ويستنبط، وانتوا عارفين الكلام ممكن يبقى سؤال مختلف تماما عن السؤال اللي اتسال. فحاجات بسيطه بس بنقولها، ونتمنى ان المواضيع دي تنتهي، لانه بالعكس بتعلي قيمه الدوري، بتعلي قيمه المنتج اللي حضرتك عايز تبيعه كشركه راعيه او المنظمين. بتعلي مننا لو حصل، هنطلع نقول يا جماعه ده ناس محترمه وبتعمل كذا وكذا. هم طبعا محترمين وعلى دماغي من فوق، ما عنديش مشكله، ولكن انا بتكلم ان هو ناس بتحاول دايما ان هي تنجح في عملها من خلال بعض الامور البسيطه جدا جدا. نتمنى ان شاء الله ان احنا نشوفها خلال الفتره اللي جايه. احد اللي